ولمزيد حول التداعيات الاقتصادية على العالم لتفشي فيروس كورونا ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. دكتور أحمد مرحبا بكم. العالم شبه متوقف الآن بعد انتشار فيروس كورونا وإعلان منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس أنه وباء عالمي. في المجمل كيف أثر الفيروس على القوة الإنتاجية والبشرية للعالم؟ نعم استاذنك السؤال مرة أخرى. كيف أثر الفيروس فيروس كورونا على إنتاجية العالم بالمجمل؟ طبعا يعني مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في البداية الاقتصاد العالمي تعامل مع أزمة كورونا في البداية على أنها أزمة صحية وفقط، ولم ينظر إليها على أنها أزمة اقتصادية بجوار أنها أزمة صحية، وهذا أدى إلى تأخر الإجراءات الاقتصادية بشدة حتى تداعت مجموعة من الأزمات العالمية رأيناها كلها في أو رأينا معظم تباشير هذه الأزمات للأسف خلال الفترة الماضية. خلال الفترة الماضية تم إغلاق العديد من شركات الطيران، تم إغلاق العديد من المصانع الكبرى على مستوى العالم، تم إلغاء الحجوزات السياحية في معظم الدول السياحية في العالم، رأينا المدن شبه فارغة، رأينا المصانع أيضا متوقفة. التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأنكتاد وغيرها قالت أنه يمكن أن يستغني المصانع أو القوى الإنتاجية العالمية على ما يقارب 25 مليون عامل خلال النصف الأول فقط من عام 20 الحالي، وبالتالي فنحن أمام أزمة عالمية كبرى تجاه العمال. على سبيل المثال أيضا الاقتصاد الأمريكي حوالي 3.3 مليون نسمة في يومين فقط، تم اللجوء إلى ما يسمى إعانة البطالة أو التسجيل في إعانات البطالة، وأرقام مماثلة في لندن وأرقام مماثلة في باريس وغيرها. تم إغلاق مجموعة من المصانع الكبرى في إيطاليا وفي أسبانيا وغيرها من الدول. إذن فنحن لدينا توقعات اقتصادية للأسف سيئة جدا بالنسبة للربع الأول والربع الثاني من 2020، وأتوقع سوداوية هذه التوقعات أن تظل حتى انقشاع هذه الأزمة أو بوادر انقشاع هذه الأزمة، ولكن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة ستجد نفسها في سلاسل الإمداد والتوريد، حيث من المتوقع أن تحدث أزمة في توريد بعض السلع الضرورية، ليست فقط السلعية السلع الطبية، وإنما سيمتد كذلك إلى مجموعة من السلع الرئيسية التي قد يشعر العالم بعد قليل أنه في حاجة إليها ولن يجدوها بسهولة، وبالتالي فمن المتوقع ارتفاع الأسعار. هل تسمعني حضرتك؟ نعم أسمعك دكتور. دكتور يعني هل هناك ربما حزمة إنعاش للاقتصاد العالمي بشكل عام؟ هل هناك إجراءات معينة قد تتخذها الدول المتضررة بشكل أكبر من هذا الكساد الاقتصادي القادم؟ يعني بالفعل بدأت مجموعة عندما تنبهت الدول مؤخرا أن هناك أزمة اقتصادية كبرى، لا سيما أن هذه الأزمة تضخمت مع الحرب النفطية ما بين روسيا والسعودية والتي بدأت مؤخرا وتسببت في انهيار أسعار النفط إلى ما دون $30 للبرميل واليوم ما دون $25 وغيرها، وبالتالي الدول تسابقت في تكوين مجموعة من الحزم الاقتصادية سواء النقدية أو البالية. الولايات المتحدة الأمريكية عملت حزمة سمتها التيسير النقدي بحوالي $700 مليار طبعت ما يقارب الـ2 تريليون دولار، ولكن للأسف النظام الرأسمالي العالمي هو نظام يعتمد في الأساس أو يتوجه بالأساس على تدعيم الصناعات وليس تدعيم المستهلك، وتدعيم المستهلكين في شكل إعانات البطالة هو الدعم قليل للغاية للوفاء باحتياجاتهم. طيب الضرورية والشخصية، يعني إذا سمحت لي بهذا السؤال، حتى وإن كان هناك ضخ ربما برقم ضخم مثل $750 مليار، يعني أين ستذهب هذه الأموال إذا كانت الصناعات المعامل المصانع كلها متوقفة؟ يعني هو بيحاول يعمل نوع من انواع التحفيز الايجابي، يعني في لحظه معينه يعني هم يتوقعون انه بنهايه الربع الاول سيحدث انحسار لازمه الفيروس، وبالتالي ستعود هذه المصانع الانتاج. عندما تعود هذه المصانع الانتاج ستواجه بالازمه الاقتصاديه المتمثله في انهيار اسعار الاسهم
عالميا المتمثلة في غياب خطوط الإنتاج المختلفة، عدم تحفيز المستثمرين. هو بيحاول أن يدخل من هذا الباب، وهو تحفيز المستثمرين للعودة مرة أخرى إلى ضخ أموال وسيولة نقدية في المجال الإنتاجي. وأيضا يلعب في الجانب الآخر على جانب الطلب، وهو جانب الإنفاق الاستهلاكي، أن يوفر لهؤلاء ما يكفيهم للمعيشة خلال فترة الأزمة، وما سيساعدهم على الإنفاق الاستهلاكي الذي هو يعتبر القاطرة التي ستجر كل هذا الإنتاج. وفي النهاية هذا الإنتاج يحتاج إلى سوق، إلى سوق للبيع كما كان دائما. وبالتالي الاقتصاد العالمي أصلا كان مقبل على أزمة كبرى بسبب الكساد. الآن دخلنا في نفق الأزمة بالفعل. اليوم البنك الدولي تحدث أن الاقتصاد العالمي دخل في أزمة ركود كبرى، ربما أكبر من أزمة الركود التي حدثت عام 2008، وبعض يشبهها بأزمة انهيار أسعار بورصات جنوب شرق آسيا والتي حدثت عام 1998. إذن فنحن أمام أزمة كبرى وغير مسبوقة للاقتصاد العالمي. هذه الأزمة تحتاج ليس فقط إلى حزم كما تفضلت حضرتك ب 750 مليار، بل اعتقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قالوا ان الازمه الاولى لاقتصاديات الدول الناشئه فقط يجب ان تكون فوق ال 2 تريليون دولار، يعني بيقيموها تقريبا في حدود ال 2.5 تريليون. شكرا تريليون لك دولار. نشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ذكر الله الخبير الاقتصادي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.